أنا وحنا قوب جوبي إن للسعودي صاحبك عبد الولي وحها صاحبك إن قوبت أنا وشيت أنا وح قوبت شو هذا أيه الودلي تلكي هدراوي وح أوصى أفشري أجارسجي لبيقي طبعاً كسنة لجوهيي هل دار كلا أصعانات تل الكاسي وح السبب نقدام براك أنت أقول يها إنك ديجانك كورنتا مسكحة بالشدة هي عريام أنت دقالها قبل هذا SSC مظاهراتي لغو عن بارين يدلكي هدراوي يا جماعتي عيد مدى سومالي لان وحي دبول كاكاكادا ان قد يدد دكا SSC قد يدد من مدى صوماليا وميد كدو يغان قلوب تدد وينها SSC انتي اي مظاهراتي السعودين وحو مامل كسومالي لان اسكودي انو قرطرا قد يدد SSC عيد مدى اي سومالي لان كلين سيدتك شعبك waxa kamidaha kuwa loo yaqaan RRU hadaba muxuu yahay ciidamada RRU oo loo soo gaabiyay Rapid Response Unit ama UNUGA gacan qaadka degdega ah waa ciidamo si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay in lagu la dagaalamo argagixisada waxaa lagu aasaasay maalgelinta iyo tababarka taakulayn ay bixisay dawladda Britain dawladda Britain ayaa dhaqaale iyo agab siin jirtay hasa yeeshee xeeladii iyo tababarkii ay siisay waxaa loo isticmaalay gumaadka dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Laascaanood halkani waa iskooyska shahaadada waa goob ku caan baxday kacdoonka buluug ah ee ka socda magaalada Laascaanood waxay soo jiidatay indhaha caalamka iyo indhaha ummada Soomaaliyeed dadooyinkii halkan ka dhacay ee geli doona diiwaanka taariikhda waxaa kamid ah dilkii bahalnimada ahaa ee loo geystay Cabdiweli oo loo yaqaan Cabdiweli Goobe anigu waxaan goob joogay in la socday saaxiibkii Cabdiweli wuxuu ahaa saaxiibkay goobtana u jeegtana ah goobta shahaadada ayaa lagu dilay waxaanu ka nimaadnay aaga Toocin wadada weyn baan soo raacnay waxaanu nimaadnay aagan oo dadka wada joogan dhalinyaro toban ah meesha ku fuulay oo ku saarnay oo ka mid yahay marxuul Cabdiweli هل علم بأنه ودني مقالنا هل كعلم بأيالي علن كاسانو كتاعني هل كواحد كسب بدل لبقى لبال لبقى قبل وحي هاي RRU لبقى قريبا صارنا مثل كيوه الرئون الدافع أنا جا أرجن وحق صار صار ده كبل شد هدول كتاعنا ده نيرد هاد نوانو شجن والك لا ياعي أنا جا يا عبدولي أنا جا ده نيرد كوا كسب دجن وكسب يعني لكن عبدولي وسي صارنا ذي ونكودي ردي أو كسي دي ردي سو علن كوسي هيو أنا كيو ماشي كوسي هاي أو كروسي تاعي طبعا كيدن بيه قري وين أي سرنا أي لغتوك تقولو غرفة هل كان تيك كذا عادي بإنت أكا كذا كذا بحلو إنت جويسي وذو كده ولا أو كده أي هل كاس نكين قصر ري أنا كهاي أو هل كيا لما ركان وارقني وانو نحن جريني كنتي وانو سوقنا نفط لكم ولا مين دين إلى جرجر قامها نكسلني سوى مسكح دي سقوبانا سوى دي جي سنة دادان ايو سوحن بان اللو ديلي اختار كاملكا نقيني داد بها رجكا قبيل لكن انو وان تاقنا ايو وان اركي رجكا مقبين ونو اكا سكون نفقا ونفط لكم ولا مين دين هل كاسر اللي قتوك تادا كيسان ملك ساحب كل ديلي ادي اد وان مرقودي ميلان شوغان اسم قرنين وان اردي وان عراري مركان اختار كي جي حافظ دي دينو تاقن بان ساركي مردن بي ايان مير كي يسي آن يسيري آن يسيري اذن مالار نتي ميسي صاحبكا ني صاحبكا يا آد يا آد بان وقي روضي ما نمتو دي الى ارديي حلقن كي يقولو تيري الى سعودي آد يا آد بان قم برغو سناري كاس عيدا مدى RRU يا عيدا مدى ملتاريقا سومالي لان اي عنو دلان ديگانكا وحا مقالة اللاس عانوض كساري شعبكا مركي اي اركان بحال نمدى اي ارحان درادا عيدا مدى موسى بيحي كعدون كبلوغا كهر waxay ciidamada RRU habeenkii guriyaha kala bixi jireen dad shacab ah oo aan hadda inta badan war loo hayn halka ay ku dambeeyeen ciidamada RRU hadda ma joogan Laascaanood laakiin waxay magaalada gaarsiiyeen dhaawac weyn wuxuuna Muuse Biixi hadda u hub urursanaya sidii uu dhaawac tiri lahaa magaalada Laascaanood asxaabti iyo dhalinyaradii ay laysay RRU du marnaba diyaar uma aha inay ka tanaasulaan qadiyadooda ama calankooda laga dejiyo magaalada Laascaanood.